مشاهدي الكرام، كل سنة وانتم طيبين. حياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. في حلقة اليوم راح نركز على صناعة الدواجن، هذه الصناعة الوطنية المهمة، الرافد الاقتصادي المهم، والتي تدر عائد على الوطن يعود أو يصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار. لكن قبل ما نتكلم على صناعة الدواجن، في سؤال لازم نجاوب عليه: أيهما خلق الأول، الدجاجة ولا البيض؟ لما مصدر قلق لبقية الدجاج ولنا، لكن تأكيد الأطباء بأن الدجاج سيتعود على دجاجاتنا. هنا حلقتنا اليوم نتكلم فيها على صناعة الدواجن وعلى تربية الدواجن. أجل المطلوب بس نسأل على الدجاج، تربي دجاج؟ الدجاج بنربي دجاج، نعم. هنا ولا في البلاد؟ لو سألتك مثلا عن شروط اللازمة علشان الإنسان يربي دواجن في البيت، إيش لازم يكون عنده؟ تهيئة المكان المناسب، إذا كان معك حوش كبير يعني مكان مناسب للتربية، وإعطاهم الأكل المناسب والنظافة، وأهم شيء النظافة. تربوها عشان اللحم ولا البيض؟ علشان الكل، البيض واللحم. في دائما سؤال دائما يتكرر، يقولوا أين خلق الأول، الدجاجة ولا البيض؟ الدجاجة طبعا خلقت الأول والبيض بعدها. والله هذا عكروا ناس علماء قبلنا، ما عرفوا من خلق قبل. عارف؟ لا الدجاجة ولا الديك. انت ايش رايك؟ انا اقول البيضة. اعتقد الدجاجة خلقت الأول. الدجاجة بالأول. الاثنين مع بعض. لا ما ينفع معي. انا عندي ينفع الاثنين مع بعض. دجاج. ليش؟ من وين جاء الدجاج؟ من البيض. يعني البيضة خلقت بالأول. البيضة. ليش؟ ما هو البيضة اصلا تيجي من الدجاجة. هو السؤال هذا طيب اي احسن، الدجاج ولا اللحم؟ لا والله هذه اليوم الدجاج ماشي السوق حامي. ليش؟ اللحم منو عاد يقدر يوصل له يا اخي، كله وارد. اي احسن؟ اللحم اكيد. طيب لو اعطيتك فرصه اليوم تروح معك 100,000؟ ممكن. طيبه؟ ممكن. تجاوبني على السؤال؟ لو جبت الإجابة لنا كلام ثاني. في عمر كم تبيض الدجاجة؟ 10. في عمر هذا سؤال محير. والله مش عارف. والله سرعت يا تفكر خمن. لا أعتقد أسبوع. في أسبوع؟ صلي على النبي. مالك ما هو لسه كتكوت. ما عندك خبرة؟ ما عندك خبرة. ما تأكل دجاج؟ لا. ما تربي دجاج في البلاد؟ ماشي. مالكش دخل فيه؟ لا من قريب ولا من بعيد؟ لا من قريب ولا من بعيد. اليوم بكرنا من الصباح نسأل على الدجاج والبيض، الناس لسه ما صحصحت بس نحاول دائما. في أي عمر تبيض الدجاج؟ ما عندك فكرة؟ يعني في عمر 3 أشهر. 3 أشهر؟ آه. أعتقد يعني 120 120 يوم تقريبا. تقريبا 120 يوم. 120 يوم كم شهر؟ 5 أشهر. 5 4 أشهر. كم أسبوع؟ 16 أسبوع. 16 أسبوع. طيب إجابة صحيحة، 16 أسبوع. برافو. كيف علاقتك؟ يعني كنا نربي زمان، جدتي كانت تربي. بتساعد التربية؟ أكيد. يعني علاقتك كويسة. طيب لو قلت لك إنه الدجاج اليوم ممكن تربي حق 100,000، طيبة؟ كاميرا خفية صح؟ لا. طيبة أكيد طيبة. طيب حنروح أنا وأنت لمكان مطلوب منك ترجع لنا 20 دجاجة ضاعين علينا وسط مزرعة. مزرعة فيها 10,000 دجاجة. فيها 20 دجاجة مميزة. نشتيك ترجعها خلال نصف ساعة. إذا قدرت
بعطيك المية الألف. لو ما قدرت تجيب لنا أنت المية الألف، إيش رأيك؟ موافق. طيب اسمك؟ فيصل. فيصل النصيري. فيصل النصيري. طيب مشاهدي الكرام، الآن احنا في منطقة التحرير بعد ما عملنا فرة في حدة وبعض الأماكن وسألنا على هذا السؤال، في أي عمر تبيض الدجاجة؟ فعلا هي تبيض بداية من عمر 16 أسبوع، يعني 120 يوم زي ما قال فيصل، أو 4 أشهر 16 أسبوع 120 يوم، هذا هو العمر الذي تبدأ فيه الدجاجة بالبيض. التحدي الآن استرجاع 20 دجاجة مميزة ضاعت علينا وسط مزرعة الدجاج، هذا هو التحدي القادم لفيصل النصيري. إذا قدر يرجع لنا الدجاج والله حلال عليك المية الألف، ما قدر رجعنا نشوف متحدي ثاني. راجعين بعد الفاصل. فيصل ايش رايك؟ بسم الله نبدا ان شاء الله وربك كريم. شايفك متفاجئ العدد. جدا كبير. كبير العدد. كبيره جدا. قبل التحدي بيوم كنا في المزرعه من اجل تجهيز الدجاج ووضع العلامات عليها، وبعد تفكير ونقاش مع الاطباء البيطريين في المزرعه لاختيار طريقه مناسبه وامنه، قررنا استخدام الصبغه الطبيه ورسم العلامات على ظهور الدجاج. في البداية كانت الدجاجات المعلمة مصدر قلق لبقية الدجاج ولنا، لكن تأكيد الأطباء بأن الدجاج سيتعود على دجاجاتنا أعطانا إحساس بالثقة، وهكذا كان. مشاهدي الكرام، نصف ساعة من الوقت بين فيصل النصيري وبين 100 ألف ريال. فيصل في مواجهة 7 ألف دجاجة، من المنتصر في هذه المعركة اليوم الشديدة القوية بين فيصل وبين 7 ألف دجاجة؟ إن شاء الله أنا بنتصر عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أول ما أبدأ التوقيت يا فيصل أبى أقول الله يوفقك وإن شاء الله تربح. فيصل على بركة الله. بسم الله. شل حبة ثنتين في ذي أفضل. ذكرنا أول حبة. بسم الله
نتكلم عن تربية الدواجن نتكلم عن قطاع مهم في اقتصاد البلاد. كلمنا عن هذه الصناعة، عن تربية الدواجن في اليمن. تربية الدواجن تحولت من ما هو معتاد من تربية رعوية إلى أصبحت تشبه الصناعة بكل ما تعنيها كلمة معنى، أو بكل ما تعنيها الكلمة من معنى صناعة، من حيث المبالغ المستثمرة، من حيث المعدات، من حيث عدد العمالة، من حيث يعني الذي يعملوا فيها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. طبعا تربية الدواجن أيضا استثمر فيها علم، حولها من الدجاج البلدي أو الدجاج البري الذي يبيض وثم يرقد على البيض وينتج طبيعي، إلى وخضعت عملية تحسين وراثي كبيرة بحيث تحولت إلى ما يشبه الآلة، بحيث أنها تصبح منتجة بشكل أكثر، يعني بشكل يعني مستديم. وهذا طبعا أثر عليها من حيث قصر العمر، قصر الفترة الإنتاجية، ولكن غطتها بكثافة الإنتاج. كم مشي من الوقت؟ ممكن 5 دقائق صح؟ الآن ما معي إلا حبة واحدة بس إن شاء الله بكمل 20 دقيقة الحبة إن شاء الله في نص ساعة بإذن الله. أنا أول ما دخلت شفت 5-6 حبات، الآن ضاعين، الآن ضاعين، شوف في واحدة هنا موجودة. تعالي جنب أختك، جنب أختك كذا، بسم الله، لا تخافي. هذه الحبتين اللي طارت رجعنا مسكناها. يا فوق هنا ما فيش. مسكت 3
باي. باي. كمين الآن؟ أربعة. من أول؟ محتاج أخذ دقيقتين ثلاث دقائق أخذ نفسي. علي مبخوت، هل تتوقع أنه الأخ فيصل اليوم ممكن يربح ويأخذ المئة ألف؟ لست متوقع أنه سيربح نهائيا. ما توقعتهاش صعبة بهذا الشكل. ليش؟ لان ربما لانه الرجل غريب عن الدجاج، تمام، فالدجاج ليست متعوده عليه فتطير ولا يستطيع ان يمسك يعني خمس دجاجات. كنت متوقع يمكن احصل 10 حبات في خلال 10 دقائق الاولى. هذه حبه تتوقع يعني مثلا انه هناك عدد كبير من المصنعين الوطنيين والمهتمين بهذه الصناعه؟ طبعا من السبعينات كانت اليمن تستورد كل احتياجات التمر البيض من الخارج، الى ان بدا انتاج الى ان بدا انشاء شركه مائر بالتواجن التي تعتبر من اوائل المزارع المختصه في انتاج بيض المائده. وكما قامت الشركه بتشجيع المزارعين وتقديم الدعم الفني وايضا توفير مستلزمات الانتاج من الاعلاف من الكتاكيت من منذ الثمانينات الى الان، واصبح الان يغطى جميع الاحتياج من البيض المائده من الانتاج المحلي. احنا الان معنا متحدي طلب منه انه يجمع 20 دجاجة من بين 7000 اللي موجودات في العنبر. تعتقد المهمة صعبة وتعتقد حينجح ولا لا؟ المهمة صعبة جدا، لانه معك عنبر فيه 7000 طير، وانت عندما تريد ان تختار طير معين فهناك صعوبة، يعني لا نقول مستحيل ولكن صعب جدا. واما مسألة نجاح المتسابق من عدم فهذا يعتمد على همته ونشاطه. تعبت. كان مباراة نصف نهائي. كيف الامور ماشيه؟ ان شاء الله خير. كم معك الى الان؟ الان تقريبا 8 حبات وهذه 9. ان شاء الله خير، ان شاء الله بكملها ان شاء الله قبل نص ساعه. يلا توكل على الله. بسم الله.
ثمانية وخمسة 13 حبة. عرفنا انه في انواع مختلفة من الدجاج، يعني في دجاج لاحم، في دجاج بياض، في دجاج خاص بالتفقيس، كلمنا عن هذه الانواع. طبعا في الموجود حاليا في اليمن موجود امهات يعني التي تنتج الكتاكيت الذي سواء تسمين او تنتج البيض المائدة، والامهات قسمين، امهات بياض وامهات لاحم. طبعا هذه تربى في مزارع خاصة وتحتاج الى احتياجات خاصة، ويتم استيراد الصيصان او البيض التفكيس من مزارع مختصة، مزارع الجدود التي تختص بانتاج عروق الامهات. عندنا المتوفر حاليا في اليمن اللي هي امهات البيض وامهات اللاحم. امهات اللاحم تنتج بيض تفكيس ينتج عنه صيصان او كتاكيت التسمين التي يتم تسمينها الى عمر من 35 الى 50 يوم وتباع للذبح. والجزء الثاني اللي امهات بياض اللي تنتج بيض تفكيس ينتج عنه. هذه حبة ريلاكس ريلاكس، حياك الله جنب أخوتك. أستاذ علي، يعني الفيصل الآن قبل شوية احنا كنا معاك قلت لي انه صعب، الان مرت تقريبا 23 دقيقة، ايش رايك باللي عمله؟ والله هذه يكون ربما الولد محظوظ او الجو دعيت لامه ودعيت لامه ونصيبه طبعا والله رزقه. الان باقي واحدة بس، واحدة واكمل ادعو يا رب. شو راحت هذه لقطة العمر. صارت معركة. حولت ويمكن ديك كان زعلان مني لقيت ثلاث دجاج. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. خلونا الآن مشاهدي الكرام، خلونا الآن نعد الدجاج اللي لقطهن فيصل خلال 25 دقيقة من الوقت. 25 دقيقة تمام؟ ما طلبت مساعدة أحد، ليش؟ لاني في البداية حسيت انه تقريبا جمعت اكثر من 6 أو 7 حبات في اول 10 دقائق. حسك تعبان؟ هذا الحمد لله عطشان بس. عطشان. طيب نعد الدجاج مع بعض ونشوف اذا استطاع فيصل انه يجمع فعلا 20 من بين 40 موجودات في المزرعة ولا يكون خسر هذا التحد. جاهز نعد؟ جاهز ان شاء الله. طيب نعد اللي عند صالح. ثلاث دجاج اللي مع صالح. ها ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. سبعة وخمس. سبعة وخمس 12 15 16
20 دجاجة. فيصل فيصل انت ربح، الف الف مبروك، الف مبروك لك علينا. خالد فيصل الف الف مبروك بالثالثة. اقول بصراحة انا الان مش مصدق، كأني في حلم للأمانة، بس الحمد لله الحلم تحقق مع اتحداك في نص ساعة. من ناحيتي مشاهدي الكرام، حلقة اليوم انتهت، التحدي انتهى، لكن احنا مستمرين معاكم، لقائي معاكم في تحدي قادم حيكون اصعب ان شاء الله. الى اللقاء.